مصطفى فهمي يكشف تفاصيل جديدة في علاقته بفاتن موسى. أكد إنه الحياة بينهم مستحيلة وإنه تم الاتفاق على الانفصال بعلم والدها وشقيقها. إليكم في هذه الحلقة آخر التطورات اللي كشفها مصطفى فهمي عن علاقته بزوجته السابقة. أصدر مصطفى فهمي بيان كشف في ملابسات خلافه مع زوجته السابقة فاتن موسى، وأكد إنها اقتحمت شقته خلال سفره خارج القاهرة بمساعدة بلطجية وارتكبت جرائم بحاسب عليها القانون. وكشف أيضاً إنه تحدث معها من فترة في الطلاق أكثر من مرة، وكان والدها وشقيقها على علم بالمشاكل اللي بينهم، حيث وصلوا لمرحلة أصبحت الحياة الزوجية فيها مستحيلة بينهم. رد مصطفى فهمي على اتهامات زوجته لإله بتبديد ممتلكاتها الخاصة، وأكد إنها لا تمتلك أي شيء، وإنه عندما تزوجوا كان لها حقيبة ملابس واحدة، لكنه تفاجأ وقت الطلاق إنه لديها 18 حقيبة ملابس بجانب مقتنيات خاصة اشتراها لإلها، بالإضافة لسيارة مكتوبة باسمها و500 ألف جنيه مؤخر صداق. أكد فهمي إنه عرض عليها كافة حقوقها مقابل الطلاق، لكنها أرادت إنه تحقق منه أكبر استفادة قبل الانفصال، سواء بالحصول على أموال وثروة كبيرة أو تحقيق شهرة لإسمها بعد نشر أخبار كثيرة بتخص حياتهم الزوجية وانفصالهم. حكى مصطفى فهمي أيضاً إنه اكتشف إنه زوجته كانت تعتبره مشروع لتحقيق أرباح مادية منه، فطالبته بشراء شقة في منطقة الروشة ببيروت قيمتها 3 مليون دولار، بالإضافة لفيلا في أحد المنتجعات بالقاهرة سعرها 12 مليون جنيه. كما طالبته بشاليه في العين السخنة وآخر بالساحل الشمالي، في حين إنها ما بتمتلك أي مصدر دخل ولا تعمل منذ زواجهم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.